بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اسال الله جل وعلا ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يتتبع مجالس الذكر وممن ينتفع بها، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يرتفع بهذه المجالس عند الله جل وعلا منازل عاليه، كما اساله سبحانه وتعالى ان يجزيكم خيرا كما جزى الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل العلم ومن طلبه العلم الذين يحرصون عليه، لا سيما في مثل هذه الازمان التي كثرت فيها الاشغال وكثرت فيها الفتن وكثر فيها انشغال القلب يمنة ويسرى، حتى اصبح الانسان بعيدا عن ما يرضي الله جل وعلا وعن مجالس الذكر وعن ذكر الله جل وعلا. وان اعظم ما يذكر الانسان به ربه جل وعلا كتابه جل في علاه، ثم بعد ذلك يأتي أنواع من الذكر، ومن أشرفها مجالس العلم، مجالس الذكر. سميت هذه المجالس مجالس العلم بمجالس الذكر لأن الذكر هو أبرز ما فيها وأشرف ما في الذكر، أن يتعلم الإنسان علما يرفع به جهلا عن نفسه وعن غيره. ولو لم يكن في مثل هذه المجالس إلا أن الله عز وجل يباهي بها، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وقال لهم: ما أجلسكم ها هنا؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وما من به علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. والحديث في صحيح مسلم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من ينال هذا الفضل، فإن أعظم ما يلم شعة القلب أن يتردد الإنسان على مجالس الآخرة ورياض الجنة، فهذه ثمرة عظيمة أن تقودك قدماك إلى مثل هذه المجالس وأنت لا تريد منها أي حظ من حظوظ الدنيا، وإنما أردت ما عند الله جل وعلا، فأبشر وأمل خيرا. سنأخذ بإذن الله تعالى في فترة العصر اليوم وغدا بإذن الله تعالى كتاب الحج. وكتاب الحج هو من الكتب التي تحوي أحاديث كثيرة، لا سيما في بلوغ المرأة، وعدد أحاديث في بلوغ المرام 73 حديثا، ومن أشهرها حديث جابر، وهو حديث طويل أورده ابن حجر ولم يرده بتمامه، إلا أن ما أورده ابن حجر هنا يعتبر طويلا إذ أنه يحمل صفحتين. وبإذن الله تعالى نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا شرح هذا الكتاب العظيم، وأن يبلغنا العلم به والعمل، وأن يبلغنا بيته، وأن يجعلنا ممن يحج بيته وممن يكون مقبولا بعلمه وعمله. كتاب الحج. الحج لغة القصد، ويقال بفتح الحاء وكسرها، يقال الحج ويقال الحج، والفتح أشهر. أما شهر ذي الحجة فيقال أيضا بالفتح ويقال بالكسر، فيقال شهر ذي الحجة وشهر ذي الحجة، والكسر أشهر هنا. أما في الركن فالفتح أشهر، تقول الحج، وأما في الشهر فالكسر أشهر وتقول ذي الحجة. وأما شرعا فهو قصد بيت الله جل وعلا للتعبد بأداء مناسك الحج وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا هي زيارة بيت الله جل وعلا تعبدا لله جل وعلا وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء مناسك العمرة. والحج من ركن من أركان الإسلام، وهو ركن معلق بالاستطاعة، والدليل على فرضيته وركنيته قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه.
سبيلا. وعلى هنا من ألفاظ الوجوب كما هو معروف عند أهل اللغة، حينما يقول عليك أن تأتي بكذا أي يجب عليك أن تأتي بهذا الشيء. والله عز وجل يقول ولله على الناس، وهنا على من ألفاظ الوجوب. وأيضا جاء في صحيح مسلم في صحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأيضا أجمع أهل العلم، والإجماع منقول عن غير واحد من أهل العلم، على فرضية الحج. واختلف متى فرض، فقيل فرض قبل الهجرة، وهذا قول شاذ كما ذكر ابن حجر. وقيل فرض بعد الهجرة وهو الصواب، واختلفوا متى بعد الهجرة، فقيل سنة 6، واستدل أصحاب هذا القول بقول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا هذه الآية متصلة بقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذه الآية قد نزلت في كعب بن عجرة وذلك في السنة 6. فلا شك أن قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله أنها نزلت في السنة 6، لا شك فيها. لكن هل معنى هذا أن فريضة الحج فرضت في السنة 6؟ أصحاب هذا القول قالوا بهذا. والقول الثاني أنها فرضت سنة 9 للهجرة. وأما قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله فليس فيه فرضية الحج، وإنما فيه أن من دخل في الحج أو العمرة فهو لا بد أن يتم الحج أو العمرة، لا بد أن يتم الحج أو العمرة. فقالوا أن هذه الآية ليس فيها فرضية، بمعنى أنه قد يكون الحاج مستحب لكن من دخل فيه وجب عليه أن يتمه. أما الحج ففرض في السنة 9، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10، وهذا القول هو أرجح الأقوال أن الحج فرض في السنة 9. وحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة واحدة وهي حجة الوداع وفي السنة 10، وهذا بإجماع أهل العلم. وكم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من عمره؟ 3 أو 4 أو دكتور 4 صحيح؟ 4 عمر، وكلهن في ذي القعدة، ويقال ذي القعدة وذو القعدة، والفتح أشهر، والفتح أشهر. وكل العمر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 في ذي القعدة. فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية وذلك سنة 6 للهجرة، وصده المشركون، لكنها حسبت عمرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه، وأيضا حلق رأسه، وحسبت له عمرة. والعمرة الثانية عمرة القضاء، وهي السنة التي بعدها، حينما قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمرة التي صد عنها، وهذه سنة 8. والعمرة الثالثة هي عمرة الجعرانة، واعتمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمرة القضاء سنة 7 بعد عمرة الحديبية التي صد عنها في سنة 6، وعمرة الجعرانة في سنة 8، أي أنها متوالية 6 و7 و8، والرابعة هي العمرة التي مع حجته صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلا أنه حث على العمرة في رمضان. قال أنس رضي الله عنه اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته: عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته وفي رواية وحج حجة واحدة. والحديث متفق عليه. أول حديث في كتاب الحج
هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى: الحديث دليل على فضل الحج والعمرة، وأن الحج أفضل من العمرة لأن فضله أعظم. ومن فوائد الحديث: الحديث دليل على استحباب الاستكثار من العمرة. من أين نأخذ استحباب الاستكثار من العمرة بينما ما قلنا هذا في الحج؟ أبو عبد الله قال العمرة إلى العمرة، فكأنه يوصيك بعمرة وعمرة أخرى، وأن ما بينهما كفارة، وهذا يدل على استكثار العمرة، وأن تكرارها في السنة مرتين أو أكثر الصواب أنه لا كراهة فيه، خلافا لمن كره ذلك. وممن قال بكراهة تكرار العمرة في السنة مرتين الإمام مالك وبعض السلف كالحسن البصري وسعيد بن جبير وابن سيرين وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. والصواب أنه لا يكره تكرار العمرة في السنة مرتين. وأما كون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه لم يعتمروا في السنة إلا مرة واحدة، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم ويتطرقه الاحتمال، كما أن قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا العمرة هي العمرة كفارة لما بينهم، والقول مقدم على الفعل. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا مرة واحدة في السنة، هذا فعل، والفعل دائما في الغالب يتطرق الاحتمال، فاحتمالا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحج ويمشي هذه المسافة في كل سنة مرتين، أي أيضا انشغاله صلى الله عليه وسلم بالغزوات والفتوحات، أيضا من الأسباب استقباله صلى الله عليه وسلم للوفود وجلوس لتعليم الناس ونحو ذلك من الأمور التي تستوجب بقاءه. كل هذا محتمل من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن قوله مقدم على فعله، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على استكثار من العمرة. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين العمرة والحج، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. وقال: وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. والحديث رواه أحمد والترمذي. والقول باستحباب تكرار العمرة هو قول جمهور العلماء، والمراد بتكرار العمرة تكرارها مع سفرها، أن يسافر سفرة واحدة ويعتمر بهذه السفرة عمرة واحدة. وليس معنى هذا أنه يعتمر بالسفرة الواحدة أكثر من عمرة، وهذه يسميها العلماء العمرة المكية، فإن هذه ليست من السنة إطلاقا، وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أن بعض السلف قال: لا أدري أيؤجر أو يؤزر على هذا، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة أبدا، ولم يثبت هذا أبدا إلا عن عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهلت بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاءها العذر الشرعي فبكت رضي الله عنها وأرضاها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في حجتها غير أنها لا تطوف في البيت. فلما انتهوا من نسك الحج قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: تنطلقون بنسكين وأنطلق بنسك؟ تحسرت أن لا تفارق هذا المكان حتى تأخذ عمرة كما أخذ هي. ما الذي جعلها لا تأخذ عمرة؟ أنها حابت. فقالت: تنطلقون بنسكين وأنطلق بنسك؟ الآن هنا سؤال من عائشة: النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أمر أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. لكن لو عائشة رضي الله عنها ما اعترضت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له هذا القول، أيأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم؟ لا. ولا يوجد حديث يخرج فيه المعتمر بعد عمرته إلى التنعيم ويتنسك بعمرة أخرى غير هذا الحديث، لا يوجد.
وأنت إذا علمت زيادة على هذا أن هذا التصرف من عائشة رضي الله عنها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر لم يأتي إلا بعد إلحاح من؟ عائشة رضي الله عنها. ولو لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم لما كان لمن قال بجواز أن يعتمر الإنسان عمرة ثانية في السفرة الواحدة دليل أبدا. ويكفيك في هذا الدليل أنه لم يأتي إلا بعد إلحاح من عائشة رضي الله عنها ولعذر في عائشة رضي الله عنها. أما الذي يفعله الناس اليوم يذهب إلى مكة ويعتمر المرة الأولى عن نفسه والثانية عن أبي وعن أمي وعن خالتي وخالتي الثانية وعمي وعمتي حتى حدثني شخص أنه اعتمر في رمضان الماضي 24 مرة وهو يتردد بين التنعيم وبين أخذ الأمر التنعيم أخذ الأمر. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا. وبالذات فعل هذا الرجل الذي يأخذ بهذه الطريقة أقرب إلى البدعة من كونه إلى السنة. عائشة رضي الله عنها ما أخذت إلا نسكا واحدا بعد نسكها. أما أن يتردد الإنسان بهذه الطريقة فإن هذا غير مشروع وينبغي التنبه لمثل هذا. ومن سئل عن هذا ينبغي له أن يبين له سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة 9 أيام يمشي ووصل إلى مكة واعتمر ولم يأخذ غير هذه العمرة، وهو أولى أو نحن الذين نذهب بالطائرة وبالسيارة التي لا تأخذ إلا نصف يوم. لا شك أنهم أولى الذين يمشون على أقدام 9 أيام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ إلا عمرة واحدة، وكانت زوجته خديجة قد توفيت وعمه العباس قد توفي ولم يأخذ عنهم عمرة. فينبغي التنبه وفقه مثل هذه المسائل، ولا يكون الإنسان يتهاون بمثل هذا الأمر. ومن سئل عن هذا أنا لا أقول بعدم الجواز، ولكن أقول وأرشده إلى السنة أولا. قل له أن السنة لا تأخذ إلا عمرة واحدة، خذها عن نفسك. وأما الميت فأفضل ما تقدمه له الدعاء، أفضل شيء تقدمه له الدعاء. لا يوجد أعظم عمل تقدمه للميت كائنا ما كان أعظم من الدعاء، لأن هذا العمل هو الذي أرشد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال إذا مات ابن آدم انقطع ماذا عمل. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن العمل. ومع ذلك جاء وذكر قال إلا من 3، ثم قال ولد صالح يدعو له. طيب دعاء الولد صالح هل قام به هذا الميت أو شخص آخر؟ شخص آخر. صدقة جارية، علم ينتفع به. فلم يذكر من الدعاء من الأعمال التي توهب للميت إلا الدعاء. ولكن أصل الاعتمار عن الغير هذا مشروع، أصل الاعتمار مشروع، وكما سيأتي بإذن الله تعالى المرأة الخثعمية والتي من جهينة أيضا حينما نابت في الحج عن قرائبهما كما سيأتي، فإن الأصل مشروع. يعني كان يخرج الإنسان لحج عن ميت يعتمر عن ميت هذا لا حرج ومشروع، لكن الذي نتكلم عنه قبل قليل أن يأخذ أكثر من عمرة في السفرة الواحدة. أنا أقول خذ عمرة إما عنك عن نفسك، وإذا تقول أنا أكثرت الاعتمار وكثير الحمد لله أعتمر خذها عن أبيك، اجعل هذه السفرة من أصلها عن أبيك، أو اعتمر عن نفسك وادعو له هناك. وعلى كل حال لا بد من التنبه لمثل هذا، لأن موافقة السنة أهم من كثرة العمل، أهم من كثرة العمل. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول وأما الاعتمار للمكي بخروجه إلى الحل فهذا لم يفعله أحد، لا يقصد بالمكي الذي يسكن مكة، لا يقصد بالمكي الشخص الذي ذهب إلى مكة واعتمر سواء كان من أهل مكة أو كان هو مكي بنسبة ماذا أنه يوجد الآن هو مكانه في مكة. قال وأما الاعتمار للمكي بخروجه إلى الحل فهذا لم يفعله أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا عائشة في حجة الوداع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها به بل آذن فيه بعد مراجعتها إياه كما ثم قال فأما أصحابه الذين حجوا معه حجة الوداع كلهم من أولهم إلى آخرهم فلم يخرج أحد منهم لا قبل الحجة ولا بعدها لا إلى التنعيم ولا إلى الحديبية ولا إلى الجعرانة ولا غير ذلك لأجل العمرة.
وكذلك أهل مكة المستوطنين لم يخرج أحد منهم إلى الحل لعمرة، وهذا متفق عليه معلوم لجميع العلماء الذين يعلمون سنته وشريعته. ويقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عن فعل التردد من مكة إلى أدنى الحل لتكرار العمرة، قال لا يسرع، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التركية كسنة الفعلية. ما معنى سنة التركية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، ما اعتمر أكثر اعتمار، ترك هذا الأمر، فأنت أيضا تترك تتبع سنته التركية. قال لأن سنته التركية كسنة الفعلية، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو بنفسه مع تمكنه من هذا وتوفره له، علم أنه ليس بالمشروع. إذا قال ما يفعله العامة الآن من كونهم يترددون إلى الحل، فيأتي بعمرة في أول النهار ويأتي بعمرة أخرى في آخر النهار، فقد روي عن عطاء رحمه الله أنه قال ما أدري أيؤجرون هؤلاء أم يؤزرون، يعني أم يأثمون. وفيها من المفاسد لا سيما أيام المواسم ما هو ظاهر، فإنهم يضيقون على الحجاج ويتعبون أنفسهم ويأتون بالأمور العجائب الغرائب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وجمهور العلماء على أن تكفير الذنوب هنا للصغائر أو للكبائر، للصغائر. أما ظاهر الحديث فيدل حتى على الكبائر، ظاهر الحديث يدل على أيضا الكبائر. ومثله من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، هذه الأحاديث ظواهرها تدل على تكفير الصغائر والكبائر. لكن ما الذي جعلهم يقولون على مثل هذه الحديث ينزلونها على الصغائر دون الكبائر؟ وهو قول جمهور العلماء، دليل واحد وهو من أقوى الأدلة في تنزيل هذه النصوص على الصغائر دون الكبائر، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ما وجه الدلالة؟ ما نخرج لي وجه الدلالة من هذا الحديث؟ نعم عبد الله. أنه هنا يتكلم عن ماذا؟ عن فرائض. يتكلم عن ماذا؟ عن فرائض. قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كأنه يقول أنه ما دام أن هذه الفرائض لا تكفر إلا الصغائر، فالمستحبات من باب أولى، كهذا الحديث العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهم، وكذلك من قال سبحان الله بحمده 100 مرة هذه سنن. فإذا كانت الفرائض لا تقوى على تكفير الكبائر فالسنن من باب أولى. هذا هو الدليل الذي استدل به الجمهور. وأما ظواهر النصوص فتدل على الصغائر والكبائر، وفضل الله واسع، وفضل الله واسع، والإنسان يعمل ولا يترك عملا إلا وفضلا إلا ويعمل به ويرجو من الله عز وجل خيرا عظيما، فإنه إذا رجى من الله عز وجل خيرا عظيما أعطاه الله عز وجل أعظم ما يرجو. لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ أنا عند ظن عبدي به، فكيف ما تظن بالله جل وعلا الله عز وجل سيعطيك. أسأل الله جل وعلا من فضله. من فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على عظم جزاء الحج المبرور، لأنه قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمبرور مشتق من البر، والبر اسم جامع لكل خير، ومن أسماء الله جل وعلا البر، فمنه سبحانه وتعالى كل الخيور. نقول كل الخيور أو كل الخيرات؟ أيهما صح؟ خيرات، أنا كلمة دارجة كثيرا نسمعها، وهذا صحيح، الخيرات صحيح والخيور صحيح. الخيور جمع تكسير، والخيرات جمع مؤنث سالم. واختلف أهل العلم أو يكادون يتفقون على شروط الحج المبرور. ما هي شروط الحج المبرور؟ أول شرط الإخلاص لله جل وعلا، أن يخرج الإنسان من هذا المكان لا يريد دنيا، لا يريد رياء، لا يريد شيئا، لا يريد مالا، لا يريد أن يتكسب من هذا المال كما يفعله البعض. على سبيل المثال بعض الناس يتكسب الحج، وهذا قد لا يكون حجه مبرورا. أن لا يكون قصده في حجه إلا ابتغاء ما عند الله جل وعلا. الأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أن يكون حجه وفق ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم بلا ابتداء. الشرط الثالث
أن يكون حجه بمال حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الشرط الرابع أن يجتنب الفسوق والرفث، أن يجتنب الفسوق والرفث. قال جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويجتنب كافة المعاصي والآثام. هذه الشروط الأربعة من جاء بها فقد جاء بالحج، فقد جاء بالحج المبرور. ثم الحديث الذي لي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وأسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، واجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضة. هذه الأحاديث سنتكلم عن سندها، ثم نأخذ فقهها كما هو المعتاد. حديث عائشة رضي الله عنها أسناده صحيح كما قال الحافظ بن حجر، فرجاله ثقات، رجاله رجال الصحيحين. وأصل الحديث عند البخاري، وإذا ماذا قال هنا بن حجر؟ قال: وأصله في الصحيح. وحينما يقول أهل العلم أصله في الصحيح، مباشرة ينطلق اللفظ لمن؟ صحيح البخاري أو مسلم؟ صحيح البخاري. ولا سيما في كتب المتقدمين كثيرا ما يقول ماذا؟ وأصله في الصحيح، ويقصدون في ذلك ماذا؟ صحيح البخاري، يقصدون في ذلك صحيح البخاري. ولفظ صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. طيب لماذا لم يأتي ابن حجر بهذا الحديث الذي عند البخاري، وجاء بهذا الحديث الذي عند ابن ماجه وأحمد؟ نعم، لا، الحديث حديث أحسن، زيادة العمرة هذا واحد. والأمر الثاني الأهم من هذا أنه قال: نعم، عليهن، وعلى من ألفاظ ماذا؟ الوجوب. هو يريد أن يستدل بهذا الحديث على وجوب الحج، ووجوب أهم شيء وجوب العمرة. وجوب الحج واضح، وهذا بالإجماع هو ركن كما تقدم، لكن حتى يستدل على وجوب العمرة جاء بهذا اللفظ الذي في السنة، وترك لفظ البخاري، لأن لفظ البخاري ليس فيه ماذا؟ ليس فيه ما يدل على الوجوب. ما هو لفظ البخاري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، فلا يوجد لفظ يدل على الوجوب، وإنما هذا لفظ يدل على الترغيب فقط. فابن حجر جاء بهذا الحديث الذي في السنن وترك الذي في صحيح البخاري من أجل الاستدلال على وجوب العمرة. طيب، والحديث إذا الحديث عند البخاري ورد بلفظ الخبر والترغيب، والحديث في السنن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ الأمر، والحديث الذي بلفظ الأمر الذي في السنن تفرد به محمد بن فضيل، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق عارف رمي بالتشيع. وأما حديث جابر رضي الله عنه الذي بعده فإسناده ضعيف، والراجح أنه موقوف كما ذكر ابن حجر. أما المرفوع فلا يصح، لأن في سنده الحجاج بن أرطة وهو ضعيف، فالراجح أنه موقوف على جابر، وهكذا ذكر البيهقي وغيره. وأما حديث الذي يليه وهو حديث جابر عند ابن عدي: الحج والعمرة فريضتان، فهو ضعيف كما ذكر الحافظ بن حجر، وقال ابن عدي غير محفوظ لأن فيه ابن لهيعة. طيب، نأتي إلى فقه هذه الأحاديث. استدل بالأحاديث من قال بوجوب العمرة مرة واحدة في العمر، هذا قول من؟ هذا قول الشافعي وقول أحمد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن، وعلى من ألفاظ الوجوب كما في حديث الباب.
ونوقش هذا الاستدلال بأن لفظة العمرة غير محفوظة كما تقدم. قلنا لكم أنه تفرد بها محمد بن فضيل، فالدليل الأول لا يصلح للاستدلال، وأن رواية البخاري موجود فيها الحج دون العمرة. طيب عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم، عندنا حديث جابر أيضا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان، ونوقش بأن هذا الحديث أيضا ضعيف. طيب عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم، عندنا حديث أبي رزين رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، يعني ما يستطيع الثبات على الراحلة، فقال صلى الله عليه وسلم فحج عن أبيك واعتمر. وهذا أمر، وهذا أمر، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، قال الترمذي حديث حسن صحيح، ولكن نوقش هذا الاستدلال مع صحته لأنه ورد بعد سؤال، ودائما عندما كما هو متقرر عند الأصوليين أن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، وإنما ينزل منزلة الاستحباب، لأنه لو لم يسأل لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حج عن أبيك وأعتمر. فالأوامر بعد السؤال تنزل منزلة الاستحباب كما هو متقرر عند أو في قواعد الأصوليين. القول الثاني ماذا قالوا؟ قال العمرة سنة، العمرة سنة، وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث جابر في الباب أنه قال يا رسول الله أخبرني عن العمرة واجبة هي؟ قال لا، وأنت أعتمر خير لك. وبحديث ابن عمر مرفوعا بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج بيت الله، ووجه الشاهد أنه ما ذكر العمرة، فدل على أنها سنة، وهذا القول هو الصواب أن العمرة سنة، ولكن لا ينبغي لمن قدر عليها أن يتركها، فالأحوط لها تترك. ثم الحديث الذي يليه حديث أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. والحديث رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. إذن حديث أنس هنا ضعيف، والمحفوظ أنه مرسل، وهو من مراسيل الحسن البصري، ومراسيل الحسن البصري معدودة عند أهل الحديث من المراسيل الضعيفة، من المراسيل الضعيفة. فالصواب أن هذا الحديث ضعيف، وأيضا حديث ابن عمر الذي بعده ضعيف، لأن في إسناده إبراهيم الخوزي وهو متروك أيضا. فالأول حديث أنس ضعيف، والثاني الذي في التخريج قال وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف، هذا أيضا ضعيف لأن في سنده إبراهيم الخوزي وهو متروك. نأتي إلى فقه هذين الحديثين. أولا نقول الحديثان يدلان على الاستطاعة في الحج، وقد جاء شرط الاستطاعة هنا في الحج في قوله جل وعلا، شرطية الاستطاعة في الحج، قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله عز وجل علق هذه الفرضية بالاستطاعة، إذا نتفق على أن الاستطاعة لا بد منها. لكن ما هو ضابط الاستطاعة؟ متى يقول الإنسان أنا أستطيع أو لا أستطيع؟ هذه المسألة فيها خلاف. القول الأول قالوا أن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، واستدلوا بحديث الباب من كان عنده زاد وعنده راحلة فيجب عليه الحج، وهذا هو قول جمهور العلماء، فهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وجماعة من السلف. والقول الثاني قالوا أن الاستطاعة هي إمكان الوصول إلى المشاعر، مشاعر الحج، بلا مشقة زائدة على مشقة السفر المعتادة، هي إمكان الوصول إلى مشاعر الحج بلا مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر المعتادة،
لا يقول الإنسان نعم الحج بمشقة، لا يوجد حج بدون مشقة. حتى هؤلاء الذين يحجون بأموال طائلة يواجهون مشقة، فلا يوجد. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة، مجرد السفر، مجرد السفر فيه مشقة، فكيف بالتنقل بين المشاعر؟ لكن قال الفقهاء مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر المعتادة. هل اشترطوا هنا الراحلة؟ اشترطوا زاد؟ اشترطوا مال؟ لا. وهذا القول هو قول مالك، ومقصوده في هذا أن الاستطاعة تكون على قدر طاقة الناس، فلا يشترط لا زاد ولا راحلة ولا مال، لأنه ممكن أن يحج الإنسان بلا مال، مثل من؟ أهل من؟ أهل مكة، وممكن أن يحج أيضا بلا راحلة. واضح؟ فشرطية الراحلة، شرطية المال، هذه غير وجيهة، والصواب هو القول الثاني، هو إمكان الوصول إلى المشاعر، مشاعر الحج، من غير مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر المعتادة، مع الأمن طبعا، مع الأمن على النفس والمال، هذا مهم جدا، مع الأمن على النفس والمال، هذا مهم جدا. طيب ما دليلكم؟ قالوا دليلنا قول الله جل وعلا من استطاع إليه سبيلا. فالذي يقول أهل مكة الذي يمشون الذين يستطيعون على المشي، هؤلاء تنطبق عليهم الآية، فيستطيعون إلى مشاعر الحج سبيلا. فالله عز وجل ألزم الناس فرض الحج شرط الاستطاعة، ولم يقيدوا لا بزاد ولا براحلة ولا بنحوهما، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله. قد يحج الإنسان من هنا بلا مال ولا زاد، وإنما حملات خيرية. طيب هذا ما يملك لا زاد ولا مال، ومع ذلك نقول يجب عليك الحج. فالقول الثاني أقرب لتفسير الاستطاعة من القول الأول، ولكن هنا تنبيه، لا بد للإنسان قبل أن يذهب أن يخلص ذمته مما اشتغلت به، سواء كانت حقوق لله جل وعلا مثل الكفارات ومثل النذور، أو حقوق للآدميين مثل الديون، أو واجبات أصلية مثل حقوق النفقة على الأبناء وغيره، النفقات الأصلية، وأيضا ما تشتغل به الذمة من حق الله جل وعلا كالكفارات والنذور، وما تشتغل به الذمة من حقوق الآدميين كالديون، لابد أن يبدأ بها قبل حجه. وهذا تنبيه مهم، بعض الناس يحج وعليه نذر، وبعض الناس يحج، يعني كثير من الناس لا يسأل عن الدين فقط، أنا علي دين وأريد الحج هل أستطيع؟ لا، أيضا نذور، أيضا الكفارات، كفارة يمين، قد يكون عندك 10 كفارات يمين، لو قدرنا أن الكفارة الواحدة تحتاج إلى 100 ريال، تحتاج إلى 1000 ريال، وأنا هذه 1000 سأحج بها، هل أقدمها في الكفارة أو أقدمها في الحج؟ أقدمها في الكفارة، فلا يكون الإنسان مستطيعا وذمته مشغولة مثل هذا. فحق الله جل وعلا وحقوق الآدميين، حق الله عز وجل كالكفارات والنذور، لا بد أن يأتي بها قبل. فإذا كان الإنسان ليس عنده ولا 1000، إما أن يخرج بها النذر، نذر أن يذبح مثلا شاة، وهذه الشاة تساوي 1000 ريال، وعنده 1000، يقول هل أوفي بنذري أو أحج؟ يقول أوفي بنذري. عليه دين 1000 ريال وحل هذا الدين، نقول أوفي بدينك. ليس عنده إلا 1000 ريال، وهذه 1000 لا تكفي إلا نفقة أهله، هذه نفقات واجبة، فنقول اجعلها في النفقات قبل الحج. هذه الأمور ينبغي أن يتنبه لها الإنسان. أما الديون فيتنقسم إلى قسمين، ديون حالة وديون مؤجلة، ديون حالة وديون مؤجلة. فالديون الحالة ينبغي أن يبدأ بها قبل الحج، وأما الديون المؤجلة فلا تمنع، لا يوجد أحد في الغالب إلا وعنده أقساط شهرية يدفعها، لكن هذه مؤجلة، يكون الإنسان قد دفع قسط هذا الشهر، ولم أقول له لا لا تحج لأن عندك أقساط باقية الشهور القادمة، لا، هذه ديون مؤجلة فلا تمنع ولا تشتغل بها الذمة، لأن الذمة الآن ليست مشغولة بها، هي مشغولة بذمة مؤجلة. واضح؟
وكما قال الشاطبي رحمه الله تكلم عن هذا المعنى بكلام نفيس جدا، قال أن الديون لا ينفك منه حتى الأثرياء عليهم ديون. وإذا كان الإنسان سيمنع نفسه من الدين من الحج بسبب الدين حتى المؤجل فإنه لم يحج أبدا. وهذا أيضا مفهوم مغلوط عند كثير من الناس. أما الاستئذاء من صاحب الدين فهذا في خلاف بين العلماء، من أهل العلم من قال أنك تستأذنه فإذا استأذنته فلا حرج أن تذهب، ومن أهل العلم من قال أنك لا تستأذنه وأنه لا ينفع استئذانك ما دام أن الدين حل فابدأ به. والأظهر والله أعلم أنك إذا استأذنته فلا حرج، لأنك إذا استأذنته نزلت هذا الدين منزلة الدين المؤجل، صار هذا الدين كأنه دين ماذا؟ كأنه دين مؤجل. ومن أهل العلم من قال أنك حتى لو استأذنته فإنك لا بد، هذا لا يكفي فالذمة مشغولة، وهذا قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولكن إذا كنا سنفرق بين الديون الحالة والمؤجلة فإن الإنسان إذا استأذن من صاحب الدين انتقل هذا الدين من كونه حال إلى كونه ماذا؟ مؤجل، والمؤجل موسم. ثم الحديث الذي يليه هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. رواه مسلم. الحديث دليل على صحة ماذا؟ حج من الصبي. وهل هو دليل على إجزاء الحج عنه؟ هل تجزي عنه هذه الحجة عن حجة الإسلام؟ لا، وأنا من الحديث لا يدل إلا على صحة حج الصبي. النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا، والركب عددهم من العشرة فما فوق، هذا من حيث اللغة، ولكنه أطلق بعد ذلك على جماعة من الركبان، جماعة من الركبان. والروحاء اسم لبئر على الطريق الساحلي بين مكة والمدينة. وهذا الصبي كان مع هذه المرأة، والصبي لا يقال عنه صبي إلا إذا كان ماذا؟ دون البلوغ، من الولادة إلى البلوغ هذا يسمى صبي. وإذا جمع لفظ الصبي مع الغلام فقيل للصبي هو إلى التمييز، والغلام إلى البلوغ. وإذا أطلق الصبي فالصبي هو الغلام، وكل من كان دون البلوغ فهو يسمى، يصح أن يسمى صبيا ويصح أن يسمى غلاما. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لها نعم ولك أجر، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الصبي يصح حجه، ولا تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، هذا بالإجماع. هناك خلاف بين الصبي وبين العبد الرقيق، وسيأتينا في حديث ابن عباس. أما الصبي فبالإجماع أنه لا تجزئ عن حجة الإسلام، وأما الرقيق فنقل الإجماع، لكن الإجماع هذا غير منضبط كما سيأتي بإذن الله تعالى. الصبي يحج، وما أمكنه أن يفعله من المشاعر بنفسه فعله. فمثلا إذا كان يستطيع أن ينطق ويقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، فيأمره ولي ويقول له قل لبيك حجا لبيك اللهم لبيك. إذا كان طفلا صغيرا يحمل، فمن الذي ينوي عنه؟ ينوي عنه ولي. ما أمكنه من المشاعر أن يصلها بنفسه ويقوم بها بنفسه فإنه يقوم، وما لم يمكنه من ذلك قام عنه بها ولي. فالذهاب إلى مزدلفة يمكنه ذلك، والذهاب إلى عرفة يمكنه ذلك، والمبيت في ميناء يمكنه ذلك، هذه كلها يقوم بها الصبي. لكن قد لا يستطيع رمي الجمار فيقوم عنه وليه، قد لا يستطيع أن يطوف بنفسه فيحمل، ولا حرج في ذلك. ويقول مثل هذا في بقية المناسك، ما أمكنه أن يقوم به هو بنفسه قام به، وما لم يمكنه فإن وليه هو الذي يقوم بهذا. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن المرأة في الحديث رفعت صوتها بحضرة الناس، وسمع الرجال ومنهم ابن عباس روى الحديث، فيجوز سماع صوت المرأة للحاجة
كالفتية والتعليم ونحو ذلك من الأمور الحاجية، ما لم يكن في ذلك فتنة، ما لم يكن في ذلك فتنة. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على فضل وثواب من قام بالإحسان للصبي في عبادة الحج وتعليمه، وهكذا سائر العبادات. هذه المرأة أحسنت لهذا الصبي بأن حججته، وأنت أيضا إذا أحسنت لابنك بأن تعلمه الصلاة، بأن تعوده على الصيام، بأن تعوده على الصدقة، بأن تحج به وسائر العبادات، فإن هذا من الإحسان له ومن تربيته على الخير. ثم الحديث الذي يليه قال: وعنه أي عن ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. والحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. الحديثان يدلان على أن الحج تدخله النيابة، الحج تدخله النيابة لسؤال المرأتين الخثعمية والجهنية. فالمرأة من خثعم، خثعم قبيلة قحطانية مشهورة، تقع ديارها على طريق الطائف، الذي يخرج من مكة ويذهب إلى الطائف، عفوا من الطائف إلى أبها، يمر بديار قبيلة خثعم وهي من القبائل القحطانية. وأما جهينة فهي قبيلة أيضا قحطانية لكنها على ساحل البحر الأحمر، فهي مدينة أملج وما حولها، في الغالب أنهم من هذه القبيلة وهي قبيلة جهينة. في الحديثين تسألان عن النيابة في الحج. المرأة الخثعمية تسأل عن أبيها الذي لا يستطيع أن يثبت عن الراحلة، والمرأة الجهينية تسأل ماذا؟ عن أم ماتت ولم تحج، هل تحج عنها أو لا؟ فالمرأة الخثعمية تسأل عن شخص حي، والمرأة الجهينية تسأل عن شخص ماذا؟ ميت. فهذا فيه دلل على أن النيابة في الحج تكون عن الحي وعن الميت. الميت لا يستطيع، فلا شك أن النيابة تدخل فيه، والحي الغير قادر هو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة هذا الميت الذي لا يستطيع أيضا، فتدخل أيضا النيابة في الحج. وعلى هذا أنه تجوز النيابة في الحج. فمن عجز عن الحج لكبر أو مرض ونحو ذلك فإنه لا يخلو، أو موت، فإنه لا يخلو من حالين: إما أن يكون قد وجب عليه الحج واستطاع ولكنه فرط، فإن هذا قد وجب الحج في ذمته، وينبغي على الورثة أن يخرجوا من ماله ما يحج به عنه، وهذا لا بد من التنبه له، لأن مع الأسف الشديد اليوم كثير منا يفرط، أو كثير من عامة الناس يفرط في الحج، وهذا شيء والله يدمي. وفي كل سنة نرى التفريط أكثر من الذي قبله، يجوب كثير من الناس بعوائلهم شرق البلاد وغربها للسياحة بآلاف من الريالات، فإذا جاء الحج قالوا نبحث عن حملة رخيصة ثم بعد ذلك لم نجد، وإذا نحن لا نستطيع، بينما هو لو أخذ ربع ماله الذي في السياحة لحج به في حملة راقية أيضا، وكل هذا بحجة أننا لا نستطيع، وكل مرة يقول السنة الجاية إن شاء الله حج، ثم بعد ذلك يتقاعس ولا يتجهز للحج من وقته مبكرا يعني، ويبحث عن حملة مناسبة ثم يذهب عليه الحج باكر. وعلى هذه الحال كثير من الناس يبقى الحج في ذمته، وينبغي أيضا للورثة أن يتنبهوا لمثل هذا لميتهم، لا سيما في زماننا هذا. صحيح أن الحملات فيها شيء من المشقة وفيها شيء من الكلفة، لكن بعض الحملات المخفضة وغير ذلك من الأمور التي يستطيع فيها الإنسان أن يحج، إن لم يتأتى له هذه السنة يتأتى له السنة الثانية، لكن ليس من المعقول
أن يعيش الإنسان في زماننا هذا الزمان الحاضر الذي تتأتى فيه عملات الحج ويجلس 40 سنة لا يحج، 20 سنة لا يحج، 10 سنين لا يحج. هذه المرة صار لك ظرف، لم تلحق على حملات الحج ولم تستطع الحج ولم يكن معك تصريح، السنة القادمة تجهز من أول الأمر. الواقع أن كثير من الناس يتعامل مع الحج كأنها سفرة وكأنها رحلة برية، وتجد أنه لا يتجهز للحج إلا قبلها بأسبوع، ثم إذا بحث وسأل وقال قال والله الحملات أغلقت والتصريح أغلقت وانتهى الأمر، ثم قال أنا لا أستطيع. لا، هذا تفريط منك. تعرف أن واقع الحج الناس يسألون عنه من رمضان ويبدأون يسألون عن هذا الحج ويحجزون ويبحثون عن الحملات وينظرون الحال فيها، ثم الحملات الخيرية لمن لا يستطيع أيضا كثيرة للغاية وكثيرة الإعلان عنها، ولكن تجد من الناس من لا يبادر يسمع عن الحملة، تأتي رسالة عن الحملة الخيرية ثم يقول سأمرهم إن شاء الله الأسبوع القادم، هم يعلم أن هذه الحملات الخيرية تغلق في يوم. هذه الفرص التي تأتي للإنسان، وكثيرا من الناس إنما عذره أنا والله فات الأوان، ما استطعت، والله أغلقت الحملات، أغلقت الحملات الخيرية، أغلقت هذه الحملات التي بالمال التي حج مخفض وميسر وأغلقت. الاستعداد للحج لا يكون كالاستعداد لأي سفرة في بيدك أن تذهب إلى ما شئت، لا، هذه بقعة واحدة يجتمع إليها الناس كله، فالاستعداد يكون لها مبكر. لماذا؟ لأن الظروف التي تغلق باب الحج كثيرة، ينبغي أن يتنبه هذه الناس. وعلى هذا إذا كان الإنسان قد أدركه الحج واستطاع ثم فرط، فإن الحج يبقى في ذمته، على خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال أنه لا يبقى في ذمته، والصواب أنه يبقى في ذمته، لأن الله عز وجل علق الحج بالاستطاعة، وهذا في عمره قد استطاع ولكنه فرط فبقي في ذمته، فعلى الورثة أن يخرجوا من ماله ما يحجون به عنه. وكذا الكبير، فإنه إذا فرط في أيام شبابه وقوته ونشاطه فإنه لا بد أن يخرج من ماله ما يحج به عنه. ومن أهل العلم قال أنه لا ينفعه الحج لأنه فرط به في حال اليسر وكالمتهاون، والصواب أنه يخرج ما يحج به عن نفسه. أما الميت أو الكبير الذي لم يستطع أبدا في سنينه كلها أن يحج، فهذا ليس في ذمته شيء، فلا يخرج من ماله ولا يحج عنه، وإن حج عنه من باب الإحسان ومن باب السنة ومن باب الأجر وعظيم الثواب فلا حرج، هذا خير على خير. أما من حيث الوجوب فلا يجب، ولا يجب أن يخرج من ماله، لا يجب أن يخرج من ماله. ومن فوائد هذين الحديثين نقول الحديث الدليل على جواز حج المرأة عن الرجل وحج الرجل عن المرأة، وهذا حكي فيه الإجماع، ولكن خالف في هذا الحسن بن صالح وهو أحد السلف، فإنه كره حج المرأة عن الرجل، فقال ابن المنذر وهذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها، فبالإجماع يجوز حج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على مشروعية السؤال عن أحكام الدين ورفع الجهل بالأحكام الشرعية بسؤال أهل العلم، يتعبد الله تعالى على بصيرة. انظر كيف أن هذه المرأة تسأل، وكثير من الصحابة يسألون، ونحن بعدما يقع الإنسان في المحظور يتصل ويسأل ويقول أنا وقعت، بعدما يأخذ من المساهمة الربوية وإلى غير ذلك يسأل ويقول الله أنا وقعت في الربا ماذا أفعل، بعدما يفعل محرم أو يتعدى الميقات ونحو ذلك ويذهب إلى جدة وينتهي من سياحته يسأل يقول الله أنا تعديت الميقات ماذا أفعل. كثير من الناس يتهاون بمثل هذا السؤال، ولو كان لأمر دنيوي يهمه لبادر وسأل عشرات المختصين بهذا الأمر الدنيا. بغير الإنسان يتعامل مع الدين أعظم ما يتعامل مع الدنيا ويسأل عن كل شيء. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على جواز استفتاء المرأة للرجل وأن صوتها ليس بعورة ما لم يخشى بذلك فتنة، وتقدم هذا. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على تحريم نظر الرجل للمرأة الأجنبية بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل حينما أراد النظر إلى المرأة الخثعمية. ومن أهل العلم من قال أن هذا دليل على جواز كشف المرأة وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صد وجه الفضل على أن لا تنظر، على أن لا ينظر للخثعمية، ولم يأمر هذه الخثعمية أن تحتجب في وجهها،
ولكن يقال أن هذا الاستدلال فيه نظر من عدة وجوه. لماذا؟ لأن هذا الاستدلال يتطرقه احتمالات عدة. من هذه الاحتمالات أنه لم يرد في الحديث أن الفضل ينظر إلى وجهه، فقد يكون النظر إلى شكلها، إلى هيكلها، إلى لباسها ونحو ذلك. فإن قلت أن هذا الاحتمال ليس بظاهر، فهناك أيضا احتمال آخر، وهي أن هذه المرأة يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالحجاب ولكنه لم ينقل الأمر. وعند الفقهاء، عند الأصوليين، قاعدة أن عدم النقل ليس نقلا للعدم. عدم نقل الأمر والحادثة لا يصلح أن يكون نصا منقولا لعدم هذا الشيء، لعدم الحجاب مثلا. ومن الأمور التي أيضا يناقش بها هذا الاستدلال أنه يبقى هذا الاستدلال يتطرق الاحتمال ويبقى مشكل، والمشكل يرد إلى النصوص المحكمة الكثيرة التي جاءت في الأمر بإسدال الحجاب على الوجه. ولذا الله عز وجل آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. ماذا قال الله عز وجل؟ ذلك أدنى أن لا يعرفن فلا يؤذى. والمرأة إذا كشفت وجهها تعرف ولا تعرف؟ تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم آمر أن يأمر نساءه ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. قال الله جل وعلا ذلك أدنى أن لا يعرف. وأيضا حديث أن يعرفن فلا يؤذين، نعم، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال الله عز وجل هنا أن يعرفن، أي أنهن إذا كشفت المرأة وجهها هذا لا شك أنها تعرف. فمن قال أن الحجاب فقط حجاب على الرأس مع كشف الوجه، هذا لا يتوافق مع ظاهر الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحجاب لنسائه ونساء المؤمنين ذكر الله عز وجل الحكمة من ذلك حتى لا يعرف، لأنهن إذا عرفنا جرت عليهن الأذية. ومن قال أن الحجاب فقط للرأس نقول إظهار الوجه لا شك أنه هو أهم الأمور التي تنبني عليها المعرفة. الأمر الآخر أيضا جاء في السنن من حديث عائشة أنهن كنا والنساء يحرمن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكشفن وجوههن، فإذا مر الرجال قالت أسدلنا الخمر على وجوهنا كالغربان، هذا من فعلهن رضي الله عنهم. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على أن النذر ينعقد في العبادات لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لأن المرأة الجهينية قالت ماذا؟ قالت إن أمي نذرت أن تحج. فإذا نذر الإنسان يصلي، نذر أن يصوم، نذر أن يحج، فإنه ماذا؟ فإن هذا النذر يقع في العبادات. لا نقول أن النذر في العبادات محظور، لكنه هل هو الأفضل أو ليس بالأفضل؟ لا، ليس بالأفضل، فليس من الأفضل أن يلزم الإنسان نفسه بالعبادة إلا ما ألزمه الشرع بها. ومن فوائد الحديث دليل على إثبات القياس. من أين نأخذ هذا؟ وأن القياس حجة شرعية. أحسنت، رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ ثم قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله حق بالوفاء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن تعليمه، أنه يعلم الناس بالأشياء المحسوسة. فأنت دائما أضرب الأمثلة للناس لا سيما العوام يتعلمون أكثر من مثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم نزل هذا المثال بمنزلة ماذا؟ الدين، الواقع في حياة الناس. لو كان على أمك دين تقضينه، كان هذه المرأة تقول بديهي، يعني معروف عند الناس أن الدين يقضى، قال إذا الحج يقضى. وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديثين أيضا بر الوالدين والاعتناء بأمرهما ومصالحهما أحياء وأمواتا. ثم الحديث الذي يلي حديث ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، أي بلغ الحنث أي أنه بلغ وصار بالغا،
في هذا وبلغ الحنثى واجبت عليه الأحكام، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأي عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن شيبة ورجاله ثقات لأن اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. نأتي إلى تخريج هذا الحديث أولا، أن نقول الحديث الراجح أنه موقوف كما أشار الحافظ بن حجر هنا حينما قال بعد ذلك إلا أن اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف، وكذا رواه ابن أبي شيبة موقوفا. الذي ينظر إلى لفظ ابن حجر هنا يظن أن ابن أبي شيبة رواه مرفوعا، وهذا وهم، والصواب أن ابن أبي شيبة أيضا رواه موقوفا لا مرفوعا، ورجح وقفه أيضا البيهقي وغيره من أئمة الحديث. فالصواب أنه موقوف على ابن عباس. الحديث دليل على أن الصبي إذا حج يصح منه الحج ولا تجزئه عن حجة الإسلام، وهذا كما قلت لكم قبل قليل بالإجماع أن الصبي إذا حج وهو صغير ثم بلغ لا بد أن يحج حجة الإسلام، فإن حجته الأولى لا تجزئه عن حجة الإسلام. الخلاف في العبد، هل يصح منه الحج لو حج وهو رقيق ثم اعتق بعد ذلك؟ هل يصح منه الحج هل أو لا بد أن يحج منه حجة أخرى؟ هل تجزئه حجته حينما كان رقيقا أو لا بد أن يحج حجة أخرى؟ أكثر العلماء على أنه لا بد أن يحج حجة أخرى، والقول الثاني أن هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام، وهو قول ابن حزم. قالوا لأن الرقيق ما الذي يمنعه من الحج؟ لأنه ملك من؟ لأنه ملك سيده، هذا واحد. والأمر الثاني أنه لا مال له، فكل مال يكتسبه هذا الرقيق إنما هو لسيده، فالرقيق دائما لا مال له، فلا استطاعة عنده لأن استطاعته مربوطة بسيده ولا مال له. طيب حينما حج وأذن له السيد وأعطاه ماله، ذهب هذان القيدان أو لا؟ ذهب هذان القيدان، فما المانع أن يقال أن الحجة أيضا تجزئ عن حجة الإسلام؟ لا مانع. فالأظهر والله أعلم أن الرقيق حجته حينما كان في رقه تجزئ عن حجة الإسلام، لأن من منع ذلك إنما منعه من أجل ماذا؟ من أجل أن أمره واستطاعته متعلقة بسيده وأنه لا مال له، فإذا حج وأذن له سيده فإنه حينئذ انفك القيدان. وعلى هذا فالأظهر والله أعلم أن حج الرقيق يجزئه عن ذلك، وإذا عتق بعد ذلك لا يلزمه أن يحج مرة أخرى. بقي إذا اعتق أثناء حجه وبلغ الصبي أثناء حجه، فلنفرض صبي ذهب للميقات ولبى بالحج ثم هو في الطريق بلغ، طيب أو دعونا نقول مثلا ذهب وأخذ عمرته، فلنقول أنه متمتع جاء في اليوم السادس وأخذ عمرته، فلما جاء اليوم السابع مثلا أصبح محتلم وعرف أنه قد بلغ وهو سيهل بالحج في اليوم الثامن، هل تجزئ هذه الحجة؟ بالإجماع أنها تجزئ، بالإجماع أنها تجزئ إذا كان هذا بعد الإحرام وقبل أن يحج، بالإجماع أنها تجزئ. واختلفوا فيما لو بلغ قبل يوم عرفة أو في يوم عرفة، هل يجزئ ذلك أو لا؟ على قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج ماذا؟ عرفة، فمن فاته عرفة لا يمكن أن يدرك الحج إطلاقا. أما الركن الذي قبله فهو مدرك وهو النية، النية ركن، هذا مدرك قد يدركه الإنسان في أي لحظة، لكن عرفة إذا فات فقد فاته الحج. فلو بلغ في يوم عرفة فإنه على الصحيح من قولي أهل العلم أنه تجزئ عن حجة الإسلام، تجزئ عن حجة الإسلام. طيب لو بلغ في مزدلفة ورجع إلى عرفة ووقف بها مرة ثانية ورجع إلى مزدلفة مرة أخرى، طفل صبي
وقف بعرفة، ولما جاء الليل ذهب إلى مزدلفة وبات في أول الليل، ثم بعد ذلك أصبح محتلما وعرف أنه قد بلغ ورجع إلى عرفة، وقف به مرة أخرى لمدة 5 دقائق، ثم ذهب إلى مزدلفة مرة أخرى. صحيح صحيح، لأنه بهذا أدرك عرفة ولم يدرك، أدرك عرف حال بلوغه، فمن أدرك عرف حال بلوغه صح حجه واجزأته عن حجة الإسلام. نعم. يقول هل العبرة بالتمييز إذا صار مميز؟ لا، ليست العبرة بالتمييز، كل أحكام الشريعة العبرة بالبلوغ، العبرة بالبلوغ. فلو جاء شخص مميز عمره 10 سنوات وما صام رمضان، هل يأثم؟ لا يأثم، وكذلك إذا حج. طيب، فأداءه للعبادات قبل بلوغه هو إنما هو من باب السنة، يؤجر عليه ولكنه لم يجب عليه. نعم. كيف؟ يقول الصبي ممكن أن يبلغ دون أن يحتلم. نعم صحيح، أنا ضربت مثال فقط ولا لم أعلق البلوغ فقط بالاحتلام، لكن ضربت هذا المثال من أجل أن يضح هذا الأمر فقط، ولا قد يبلغ بعمر 15 وقد يبلغ بإنبات شعر العانة وغير ذلك، هذا هذه الأمور، لكن الاحتلام أوضح، احتلام أوضح، يعني قد يدخل الإنسان في العمر 15 مثلا وربما يقول بقي يومين بقي 3 أيام وإلى غير ذلك، أو لا تظهر عليه علامات البلوغ، بخلاف الاحتلام فهو قاطع، ولذلك ضربت المثال به، ليس معنى هذا أنه ليس هناك غير هذا هذه العلامة. طيب. نعم. نعم. يقول الذي بات في مزدلفة الصبي ثم بلغ يجب عليه الرجوع إلى عرفة قبل قبل إيش؟ قبل الفجر. نعم، لا بد قبل الفجر. وإذا قلت ماذا؟ قلت لو ذهب ووقف 5 دقائق ثم أدرك الليل مرة أخرى في مزدلفة، أشكنا إذا جاءت صلاة الفجر انتهى، انتهى الأمر. لا لا، رجوع هل هو واجب أو سنة؟ لا نقول بالوجوب، لا نقول بالوجوب، ولكن لو أراد أن تجزئه لو فعل ذلك فقد فإنه تجزئه. ولذلك إذا أخطأ أحيانا الحاج أحيانا يخطئ ويذهب إلى مزدلفة ويبيت فيها، ثم يقول يأتي ويسأل بعض، وهذا يحدث كثيرا، يسأل بعض المفتين ويقول أنا وقفت في المكان الفلاني، فيقال له لا، هذا المكان الذي وقفت فيه هذا خارج عرفة، فماذا نقول له؟ ارجع الآن إلى عرفة، وقف بها 5 دقائق 10 دقائق لو قليلا ثم ارجع إلى مزدلفة. فرجوع إلى عرفة مرة أخرى لا حرج فيه إذا كان هناك مسوغ شرعي لذلك. طيب، أما العابد فتقدم أن الراجح والله أعلم أنها تجزئ عن حجة الإسلام، وأما حديث ابن عباس فهو موقوف، فهو موقوف. ثم الحديث الذي يليه طيب، ثم الحديث الذي يليه حديث ابن عباس أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث دليل على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية التي ليست محرما، ليست محرما لها، ولو كانت قريبة له كابنة العم وكابنة الخالة وابنة الخال وزوجة الخال وإلى غير ذلك من الذين يعدونها من المحارم، وكثير من الناس يتهم بهذا، بل أن عدم الخلوة بالقريبة أولى من عدم الخلوة بالأجنبية، وهذا جاء في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال الرجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. والمقصود بالحمو ماذا؟ القريب الأقارب، فقال الحمو ماذا؟ الموت، يعني أنه من باب أولى. لماذا من باب أولى؟ لأن خلوة الرجل بقريبته
مستساغة عند الناس ولن يشكوا فيه الناس. فإذا وجود الخلوة في مثل هذه المواقف أكثر من وجودها في مع الأجنبية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال هذا من باب أولى، هذا من باب أولى، ولا يتهاون إنسان مثل هذا فإن هذا محرم. ومع الأسف موجود اليوم من يتهاون مثلا بالخلوة بابنة العم أو ابنة الخال أو زوجة الخال أو زوجة العم أو ابنة الخالة وغير ذلك من الأقارب، سواء كان يوصلها بالسيارة لوحده أو كان يدخل في البيت وهي لا يوجد إلا هي، أو يدخل في مكان ولا يوجد في هذا المكان إلا هي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أو مثلا يدخل البيت ولا يوجد في البيت إلا الخادم، هذا أيضا لا يجوز، وهذا مما يتغافل عنه كثير من الناس. هذا كله من باب الخلوة، ويتنبه مثل هذا لأن هذا يقع من كثير من الناس من حيث لا يشعرون. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على تحريم سفر المرأة من غير محرم حتى وإن كان السفر عبادة كالحج. والمحرم هو ماذا؟ هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد أو بسبب كالمصاهرة والرضاع. التأبيد مثل يعني إما أن يكون مثلا على سبيل المثال تكون المرأة تقول لهذا خال أو عم أو أب أو ابن أو أخ، هؤلاء حرمتهم على التأبيد، أو بمصاهرة كالزوج، أو مثلا المرأة مع زوج بنتها هذا محرم لها بسبب المصاهرة، أو الرضاع، أو الرضاع كان يكون خالها من الرضاع عمها من الرضاع وغير ذلك. اختلف العلماء هل وجود المحرم شرط لوجوب الحج أم لا. القول الأول قالوا أنه اشترط المحرم لوجوب الحج شرط، وعلى هذا القول فإذا حجت المرأة بلا محرم حجها باطل. وهذا القول قول أبي حنيفة وأحمد والنخعي وإسحاق وغيره، واستدلوا بحديث الباب ولا حديث الأخرى التي فيها نهي عن سفر المرأة من غير محرم، لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، في رواية مسيرة ليلة، في رواية مسيرة ليلتين إلا مع ذي محرم. القول الثاني قالوا أنه لا يشترط المحرم ولكنه يجب، فإذا حجت المرأة مع غير المحرم صح حجها لكن مع الإثم، لكن مع الإثم. واستدلوا بحديث الباب، وهذا القول هو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية. ومن أهل العلم قال أنه يجوز أن تحج للمرأة مع جمع النسوة بلا محرم، مع جمع النسوة الثقات بلا محرم، وهذا أيضا قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، وأيضا اختار ابن تيمية. واستدلوا بحديث عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو إن طالت بك حياة لترين الضعينة، والضعينة المرأة في الهودج، ويطلق على المرأة بلا هودج أيضا، كلاهما يعني في اللغة يطلقان على الضعينة. قال إن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. والحديث متفق عليه. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري معلقا عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، لكن هذا الأثر معلق، والمعلق من أنواع الضعيف. والأثر والله أعلم القول الأول، وأنه لا بد من المحرم، ولأن هذه الأدلة أصرح من الدليل الآخر، وهذا من حيث العموم. ولكن قد تكون هناك بعض الظروف التي ربما يؤخذ بالقول الثاني للظرف المتعلق بهذا، كان تأتي العاملة على سبيل المثال من بعيد وربما لا يتأتى لها أن تأتي مرة أخرى، ومن الصعوبة بالمكان يأتي محرمها وهي تحج مع عائلتها مثلا التي جاءت تخدمه، فإن هذا لا بأس به إن شاء الله. لكن إطلاق الحكم فالأظهر والله أعلم وجوب المحرم لحديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق فحج مع امرأتك.
من فوائد الحديث استدل بالحديث من يرى أنه يجب على المحرم يجب على المحرم أن يحج مع امرأته إذا تكفلت له بالحجة. كانت تكون المرأة غنية وتقول له حج معي وحجتك عليه. فمن أهل العلم قال أنه يجب على المحرم أن يحج بها لهذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ انطلق فحج مع امرأتك. وهذا القول هو قول ابن حزم ورواية عند أحمد. والقول الثاني أنه لا يلزمه الحج معها، وهو رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ ابن عثيمين وهو الصواب. وأما حديث الباب فلا دلالة فيه، فإنه قد جاء بعد سؤال، وتقدم أنه عند الأصوليين الأمر بعد السؤال لا ينزل إلا منزلة الاستحباب، فلا ينزل منزلة الوجوب. من فوائد الحديث، الحديث دليل على أنه ينبغي مراعاة المصلحة عند التعارض، فيقدم الأعلى من العبادتين. هذا عنده جهاد وعنده حج مع امرأته. طيب، الحج مع امرأته لا يمكن أن يقوم بها إلا هو. طيب، وأما الجهاد فقد يقوم به غيره، لأنه هو اكتتب اسمه، كتب اسمه مع الغزاة الذين سيغزون، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، لأن الحج مع المرأة لا يمكن أن يقوم به إلا المحرم وأنت محرم. أما الغزوة فقد يقوم بها غيرك، وهذا في التعارض عند التعارض بين عبادتين، فإنه يقدم الأعلى منهما. ليس المقصود فينا هنا الأعلى ثوابا، وإنما المقصود بذلك الأعلى من حيث الحكم، حيث الوجوب من عدمه. أما إذا كان الجهاد واجبا فالحكم يختلف هنا. ثم قال عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. الحديث إسناد رجاله ثقات، لكنه اختلف في رفعه، وممن رجح الرفع ابن حبان والبيهقي والنووي وابن حجر، وممن رجح الوقف الإمام أحمد وابن المنذر، وهما أحفظ من غيرهما. فالراجح والله أعلم أنه موقوف، أنه موقوف. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، وهو قول الشافعية والحنابلة. قال وأنه إذا حج عن غيره فإنما تقع عن من؟ عن نفسه. إذا حج عن غيره تقع عن نفسه. ولو فرضا شخص واجهته في عرفة وقال لك أنا أحج عن جاري، فتقول له أنت حججت عن نفسك، يقول لك لا. أصحاب هذا القول ماذا يقولون؟ هذه الحجة إنما هي عن نفسك، ليست عن هذا الجار. القول الثاني قالوا أنه يصح أن يحج عن الغير ولو لم يحج عن نفسه، ولو لم يحج عن نفسه، وهذا قول الحنفية والمالكية. واستدلوا بحديث ابن عباس في قصة المرأة من جهينة التي سألت عن حجها عن أمها. ما وجه الدلالة؟ أحسنت يا دكتور. النبي صلى الله عليه وسلم ما سألها هل حججت عن نفسك أو لا، فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها، فقال حج عنها. فقالوا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في الأقوال كما هو متقرر عند الأصوليين. والأظهر والله أعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. لماذا؟ لأنه بهذه الحال يعتبر مستطيعا وفرط في الحج. أما إبطال الحجة عن من حج عنه وتنزيله عن النفس، فالأظهر والله أعلم أن هذا غير وجيه ولا دليل عليه. فلا نقول له أن هذه الحجة إنما تقع عنك وجارك يحج عن نفسه مرة أخرى ويحجج عن نفسه مرة أخرى، لا، إنما هذه الحجة تقع عن هذا الجار، لكن نقول لك لهذا أنك تأثم بتفريطك بالحج وعليك أن تحج، وعليك أن تحج. ثم الحديث الذي يليه، وقبل ذلك الحديث من فوائده أنه يستحب ذكر اسم الشخص المناب عنه في الحج، لأنه قال لبيك عن شبرمة، فيستحب أن يقول لبيك عن أبي لبيك اللهم لبيك،
لبيك عن فلان، لبيك عن عمي الذي يحج عنه. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم واستفساره قبل إنكاره، هذا مهم جدا أن يستفسر الإنسان قبل أن ينكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا قال لبيك عن شبرمة، قال له ماذا؟ من شبرمة؟ ما قال له يا أخي يتق الله أنت تحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، لا. ولذا يخطئ بعض المنكرين أنهم ينكرون في مواقع ليست من باب الإنكار بشيء. والهادي النبوي في هذا، وكثيرا ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه يستفسر قبل أن يصدر حكما. وكان المفتي إذا سئل لا ينبغي أن يعطي الجواب مباشرة، وإنما إذا كان هذا السؤال يتطرق احتمالات كثيرة يجرد هذا السؤال بعدة استفسارات يسألها هذا السائل. ثم الحديث الذي يلي قال وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. هذا الحديث حديث ابن عباس رجال إسناده ثقات، إلا أن سفيان ابن حسين متكلم في روايته عن الزهري، لكن هذا الحديث أصله في صحيح مسلم. لفظه صحيح مسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. حديث دليل على يسر الشريعة وسماحتها وما تضمنتها من الشفقة على هذه الأمة بعدم فرضية الحج أكثر من مرة على كل مسلم. والحديث دليل على استحباب الزيادة في الحج على المرة الواحدة، لأن هذا من قابل التطوع. ماذا قال؟ قال فما زاد فهو تطوع، فهذا فيه استحباب الزيادة على المرة الواحدة. وتقدم معنا حديث ابن مسعود تابع بين الحج والعمرة. نتوقف هنا لعشر دقائق ثم نرجع. يقول حديث شبرمة هل يبنى عليه حكم أو لا؟ قلنا الأصل أنه موقوف، وإذا قلنا أن الموقوف يعني في خلاف عند الوصولين هل يحتج به أو لا، إلا أنه لا يوجد مخالف لابن عباس في هذا. حتى وإن قلنا أن هذا من قول ابن عباس، فإن فقه الصحابة أقرب بعد فقه النبي صلى الله عليه وسلم، هم الأقرب فهما لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. فابن عباس لا يوجد له مخالف في هذا، وعلى ذلك يؤخذ بقوله. هذا يبنى عليه حكم، لكن هذا معارض وهذا غير معارض. الأول أيما صبي، هذا معارض بماذا؟ بأن هذا الرقيب قد وجبت عليه العبادات الأخرى مثل الصلاة وغيرها، واجب عليه حتى وإن كان في رقه. فالنصوص المعارضة لهذا الحديث الموقوف كثيرة، وحينئذ لا نأخذ بهذا الموقوف على إطلاقه. أما بك عن شبرمة ليس له معارض، يعني لا يوجد غير ابن عباس وقال مثلا لا يناد، لا يقال لبيك عن شبرمة أو لا يقال بمثل هذا الحديث. فما دام أنه لم يرد إلا عن ابن عباس فليس له معارض عند الصحابة. معلوم عند الوصوليين أن قول الصحابي حجة على الصحيح، وقول الجمهور حجة إذا لم يعارض، وهنا لم يعارض. هل هو معارض لبيك عن شبرمة؟ لا. أيما صبي؟ اي نعم له معارض، له معارض، يعني الرقيق له معارض، النصوص كثيرة في إجابة العبادات عليه. طيب والله أعلم. تفضل يا شيخ تفضل.